Medical Basics Introduction. معكم الدكتور محمد الشتاوي استاذ في الطب الشرعي، واحنا اللي مكلفين ان احنا ندرس الميديكال ايثكس، والعالم كله بيدرس الميديكال ايثكس دلوقتي ككورس في كليات الطب. عشان ايه هو الميديكال ايثكس؟ اللي هو الاخلاقيات المهنه او اداب المهنه، وهنعرف ايه هو الميديكال ايثكس وليه بندرسه. دي مقدمة دايما بنقولها، ان الدكاترة اللي هم الرجال هو بريسكرايب يوصفهم الميديسن اوف ويتش زي نو ليتل، بيوصفهم ميديسن ما يعرفوش عنه كتير، فور ديزيز اباوت ويتش زي اندرستاند ايفن ليس، وبالنسبة للديزيز بيعرفهم اقل، وبيدوا الخدمة دي لبيبل ما يعرفوش حاجة خالص. ده فولتير اللي قال كده. وات از اثكس؟ ايه هي الاثكس؟ Ethics are standards of conduct. مستوى سلوك معين، أو بنقول عليها social norms that prescribe behavior، اللي إيه اللي بتوصف السلوك. Ethics as a field of study is a normative discipline whose main goals are prescriptive and evaluative. وصفية وتقديرية rather than descriptive and explanatory. So ethics are different from social scientists. يقبل اساس بناء على كده، هو واحد بيوصف وبيقدر يعمل ايه وكده، غير بتاع السوشيال worker او السوشيال scientist، الراجل المجتمعي اللي يقعد يشرح ويقول وصف لأشياء تقديرية. لكن الاسيست حاجة تانية، الاسيست عنده ستاندر اوف كوندكت، مستوى من السلوك او مستويات من السلوك بيمشي عليها. اسيست اور مورال فيلوسوفر ستادي ستاندرز اوف كوندكت. يبقى الاسيست اولا هو بيقولوا عليه مورال فيلوسوفرز، المورال اللي هي القيم، فيلسوف القيم. طب احنا بندرس السيس بيبقى دارس ايه؟ دارس ستاندرز اوف كوندكتس، مش كل المورالز. انا ما بدرسش المورالز كلها، المورالز اللي هي القيم اللي انا بتعلمها في الشارع، بتعلمها من اول ما اتولد، بتعلمها في البيت، بتعلمها في المسجد، بتعلمها في الكنيسه، بتعلمها في كل مكان من اول الشخص او during his growing up، اثناء نموه بيتعلم حاجات قيم، ما تعملش كذا واعمل كذا. طبعا هو عادي الواحد بيتعلم يقول ما كدبش وبيكدب، ما يعني ما تلعبش مثلا للطفل، ما تلعبش في توسخ هدومه بيطلع يلعب، ما تحلفش كدب ويحلف كدب، كل دي. بس هو المورالز بتقول ده المفروض يعني يتعمل كذا، كلنا عارفينها وكل الناس عارفاها، الكبير والصغير يعني الناس كلها بتنمو عليه، وده حرام وده حلال وكده. طيب ده ماشي، دي المورلز. لا، انا هاخد من المورلز دي الحاجات واحط لها نقط معينه كده علشان امشي جزء معين من المهن، من المهن يعني جزء من الحياه، مش من المهن، جزء من الحياه. يبقى الصحافه لها ايثكس، الطب ليه ايثكس، الهندسه ليها ايثكس، البيت لإيثكس، البيت نفسه لإيثكس، المورالز للكل، القيم للبني آدمين كلهم، الإيثكس للمكان المعين اللي احنا بنشتغل فيه. هو ده الفرق بين الإيثكس والمورال، وعشان كده بنقول عليه مورال فيلوسوفرز. ده بيتفلسف وبياخد المورال يتفلسف او يعمل فلسفيات منها ويطلع ويقول الجماعة الدكاترة المفروض يمشوا على المبادئ دي او السلوكيات دي عشان نقول ان هو ايه ethically right، لكن لو كسرها يبقى ethically wrong وهيلام او هيحاسب او هيجازى على حسب الفعل. لكن القيم ماليش دعوه بيها وما بحسبهاش وما بعلمهاش في الكليه عندنا. يعني احنا كاطباء المستقبل او حتى لما بندرسها للخريجين بندرس له، ماليش دعوة بالمورالز بتاعته، أنا ليا واحد حتى لو جاي من بيئة إيه،
متعلم ايه بره، القيم بتاعته ايه، لا انا هديله نقط معينه لازم يمشي عليها اللي هي الميديكال ethics بتاعتي. In thinking about standard of conduct, it will be useful to distinguish between ethics and morality. اللي هو التأسيس الفرق بينه اللي انا قلت لكم عليه. Morality consists of a society most general standards. السوسايتي كله ليه قيم معينة. These standards apply to all people in society regardless of their professional or institutional rules. بصرف النظر بقى هو البروفيشنال او انستتيوشنال رولز او الاماكن اللي بيشتغلوا فيها وكده، دي ممكن يبقى لها ايثكس بقى لوحديها، لكن مورالي كل الناس عارفه المورالز، القيم اللي هو بيتعلمها من هو صغير، ودي بتسري على كل الناس، يعني بتسري على كل الناس. مورال ستاندرز انكلود ذوس رولز ذات موست بيبل ليرن ان تشايلدهود، دونت لاي، تشيت، ستيل، هارب other people، ما تؤذيش الناس الاخرين. Many assess maintain that moral duties. معظم بقى الاساس عملوا ايه، خد المورال ديوتيز دي اند اوبليجيشنز اوفر رايد اذر وانز، حط المورال وهي والاوبليجيشنز اللي عليه و حطهم فوق اي حاجه، يعني المورال دي بقت قصاد الاساس، هو بيحط الاسكس بتاعه الشغله المعينه، يعني وانا بحط الميديكال ايثكس لازم افكر في المورالز بتاعه المجتمع، المورالز بتاعه المجتمع اللي الواحد نشا عليها بناء على الاساسيات اللي اتربى عليها، البيت والدين والشارع وكل حاجه بيتعلمها من صغره. لما اجي احط القيم او الايثكس اللي همشي عليها الدكاتره، احط المورالز والاوبليجيشنز دي فوق اي حاجه، ما اكسرهاش مبدئيا، لا تكسر المورالز، لازم برضو تبقى قصادي وانا بحط الايثكس، بس هاخد منها الحاجات اللي هي تقدر تمشي الشغل كويس، ما يحصلش فيها تعديات في الشغل من خلال معاملة الدكتور في المستشفى اللي بيشتغل فيها، وفي الاستشفى اللي هو تبعه، وفي الجامعة اللي هو اتبعها، ومن خلال الدكتور مع العيان، ومن خلال الدكتور مع الدكتور او مع الزملاء الاخرين، ومع طاقم الميديكال، الزملاء الاخرين اللي بيشتغلوا في الميديكال فيلدز كلهم. ethics are not، لازم نعرف ان الethics اللي احنا هنتعلمها او بنتعلمها مش هي the same as feeling، مش هي المشاعر، مش هي المشاعر بتاعتي، not just about how you feel، انا بكره الاشخاص دي او انا ما بحبش الاشخاص دي او مستريح لهم او مش مستريح لهم، لا هي مش كده خالص، هي not the same as feeling، مش هي الفيلينج. طب ethics is religion is not religion او is not religion، ما بيدخلش فيها دين خالص، not only about religious beliefs، بس بقى هنا اقول نقطه مهمه، في بعض الريليجيوس بليفز لازم احطها في الحساب، لازم احترم ان واحد مثلا في اديان معينه بتمنع نقل الدم، طب ما انا ايثيكالي يبقى احافظ على البليفز بتاعه الدين بتاعته، المعتقدات بتاعه الدين بتاعه، ما نقلوش دم. واحد مسلم الكحول حرام، ما ادلوش ادويه فيها كحول، او اديله وصفات طبيه يكون الكحول انكلودد الا اذا كنت مضطر علاجيا، فهنا بحط الدين في دماغي، لكن الاسكس مش هي الدين. اسكس از نوت فولوينج ذا لو، مش هي القانون، يعني مش هي القانون، وان كان في بعض القوانين بتبقى محطوطه في الاسكس برضو، بس مش ماشيه ورا القانون، هما ممكن يمشوا مع بعض بعض الاجزاء، ودي ممكن ناخدها بعد كده في مراحل متقدمه من الاثكس، لكن مش هي القانون. يبقى ethics not is not the same as feeling, ethics is not religion, ethics is not following the law, ethics is not following culturally accepted norms. الحاجات الكالتشر اكسبتد accepted لها كلها، مش معنى كده في culture accepted لحاجات accepted مثلا لأي حاجة accepted اللي أنا
مش يعني مش جاي في ذهني حاجة معينة، بس في الكالتشر بتاعتي اكسبتد مثلا ان انا ازعق صوتي يعلى مثلا. في مجتمعات تلاقي كده الاصوات عالية شوية، وحتى بتختلف من منطقة لمنطقة وكده، لكن اصوات او اللي انا اقول حاجة مش صح قوي، او اللي انا كل كلامي ادخل فيه دين مثلا، او ادخل فيه حرام وحلال وكده. لا، الاسكس not following culture accepted norms. انا متقبل ان انا اقول كل حاجة حرام وحلال، لكن لا، انا عندي لا الاسكس، لا مش الحاجات اللي اكسبتد، هاخد الحاجات بس اللي هي تتماشى مع الطب، اللي هي اقدر امشيها معايا. لكن كالتشر اكسبت نورمز، الحاجات اللي هي اكسبتد، مش كل حاجه اكسبتد في المجتمع احطها في الاسكس بتاعتي. اسكس از نوت ساينس، هو مش علم، هو مش علم. وهنقول مش علم ليه؟ لان هي مش حاجه ثابته، انا بغير فيها من وقت للتاني، وبتتغير من مرحله لاخرى، وساعات في مبادئ الاسكس نفسها بتتعارض مع بعض، ودي يمكن هنقولها في المحاضره دي. نوت about sincerely of beliefs، يعني الالتحام بتاع المعتقدات. not about emotional response. sincerity of belief. not about emotional response. ethics are moral principles. المورال برينسيبلز هم بناخد من المورال برنسبلز ونحط في الاسكس. الاسكس اللي هي ستاندردز اوف كوندكت، ستاندرد اوف كوندكت في حاجات معينه، في شغله معينه انا كاتبها وحاططها والناس تمشي عليها، ماليش دعوه المورالز بتاعتهم بره بتاع ايه، لكن انا خدت من المورالز حاجات معينه وحطيتها في الاسكس بتاعت الميدسن مثلا. احنا هنتكلم كله عن الميدسن، وات از جود اند باد كلها، يعني الاسكس ار اباوت جود اند باد، ايه الجود وايه الباد، وانا هعمل الجود طبعا. واتس رايت اند واتس رونج، ايه هو الرايت، بيزد اون فاليو سيستم، قيمه الانسان. ايثكس ايثيكال نورمز ار نوت يونيفرسال، مش ثابته في كل المجتمعات. في مين برينسيبلز بمشي عليها، وبعد كده بتختلف من مجتمع لمجتمع بقى ايه التفصيلات بتاعتها، التفصيلات بتاعت البرينسيبلز اللي بمشي عليها. depends on the subculture of the society not universal as it depends، وذلك لأنها بتتأثر أو بتعتمد على subculture of the society، الحاجات بقى إيه اللي هي في المجتمع بتختلف عن المجتمع. يعني اقول لكم مثل، ويمكن هنا موجود سؤال عليها مثلا، ودي من الكالتشر، من الكالتشر اللي بره، اقول يعني يمكن في ما كانتش واضحه في السلايد اللي هي دي اللي فاتت، يعني what is the ethics is not following culturally accepted norms. في الكالتشر accepted norms الحاجات اللي هي المجتمع ماشي عليها جدا، ساعات بمشي عليها او ما بمشيش عليها، بس مش كل حاجه في المجتمع صالحه اللي انا احطها في الاثكس. نيجي هنا نقول ايه، في حاجه سب كلتشر او حاجه كلتشر نورمز موجوده عندي انا لازم احطها في الاعتبار وانا بحط الاثكس، اللي انا مثلا اصارح العيان بالمرض بتاعه. هنا مش ما بنحبش بخلفياتنا البيئية او عقائدية او مجتمعية او نقول اللي هي الشرق اوسطية، اللي احنا مثلا لو ما تقولش الواحد انت ده عندك سرطان، ده انت هتموت بعد كذا، بره يقولك في الاثيكس اللي انت لازم تصرح العيان. طب احنا هنا ينفع نصرح العيان؟ هتبقى صعبة على المجتمع، ما بيتقبلهاش، دي مش في الكالتشر بتاعتنا. طب الاثكس هنا لازم تتحور، لازم تتغير شويه بحيث اتقبل الحاجه دي، يعني اتقبل ان انا ما اقولش كدكتور والمورالز عندي وماشي بالاثكس اللي ماشي عليها، فانا هنا لازم احورها شويه بحيث ما صارحش العيان بالحاجات اللي هي قد تاثر على نفسيته، لان ما بيتقبلش ان هو يسمع مثلا عنده سرطان بسهوله، فاحنا نقول لاقرب الاقربين
او ما بيتقبلش ان تقول له ده انت هتموت مثلا بعد كذا. طبعا هو هيقول لك بتاع ربنا وهو بتاع ربنا فعلا بتاع، بس في حسابات في الطب بتقول ان هو ممكن يحصل او تحدث الوفاه في في غضون 6 شهور او في غضون 3 او في غضون سنه او كذا، يقول لك لا يعني دي صعبه على الواحد. فالاثكس لازم نبعد عن الحاجات دي واحنا ايه بنفكر في الاثكس او بندرس او بنحط الايه الستاندرز بتاعت الاثكس. Ethics refer to standards of behavior that tell us how human being ought to act in many situations. يعني ايه اللي الانسان واجب عليه يعمله في in many situations. In which they find themselves as friends, the parents, children, citizens, businessmen, people, teacher, professionals, and so on. دي الاثكس عموما. الإثكس عموما هو الناس بتحط نفسها ستاندرد اوف بيهيفير ذات تيل اس هاو هيومن بينج اوت تو اكت ان ميني سيتويشن. في الوظيفه الفلانيه في ستاندرد اوف بيهيفير انا عاوزه منه، في الطب عاوز ستاندرد اوف بيهيفير منه، في البيت عاوز ستاندرد اوف بيهيفير منه، في وسط الاصدقاء، في وسط الاهل، في وسط الاطفال. حاجات يعني انت مع اصحابك غير واحد تاني مع اصحاب مع مجموعه اصحاب، هنا بيتقبلوا حاجه وهنا ما بيتقبلوش حاجه. دي يبقى الايثكس بتاعه المجموعه دي. الايثكس بتاعه البيت ده تلاقي بيت مثلا الولاد قاعدين بيكلموا بعض بصوت عالي، بيغلطوا في بعض، بيكلموا اهلهم بجراءه زياده شويه فيها خطا، ناس تانية تقول ده خطا لفظي، ده مجرمين، ده اولاد الادب، ده كذا كذا. دي الايثكس بتاع المكان ده مختلف عن الايثكس بتاع المختلف على الايثكس بتاعه المكان ده مختلف عن الايثكس بتاعه المكان دي. فايثكس ريفيرز تو ستاندردز اوف بيهافير، مستوى سلوكيات معين اللي الانسان بناء عليه الانسان بيتصرف في خلال مجتمعات معينة أو وظائف معينة أو أماكن معينة فيها أطفال أو أماكن فيها كبار and so on. Definition، هنبدأ في الديفينيشن. Ethics ancient Greek ethicus اللي هو الجريك الأثيني أو اللغة الإغريقية، meaning theory of living، جاية من ethicus اللي هو theory of living اللي هو نظرية الحياة. branch of philosophy، يبقى branch of philosophy اللي هو فروع من الفلسفي، which attempts to understand the nature of morality to distinguish that which is right from that which is wrong. هي branch of philosophy which اللي بتحاول understand the nature of morality، طبيعة الموراليتي، القيم اللي بناء عليها هنقدر نفرق which is right from that which is wrong. فالمورالز القيم كلها بتتكلم عن الرايت والرونج، والناس كلها بتتكلم عن الرايت فروم رونج، وان الناس كلها لازم تعرف، والناس كلها تقريبا بتعمل فيوليشن للمورالز في نقطة او اكتر او كل نقطة. الاسكس خدت من المورال دي حاجات ونظمتها وكتبتها وقالت ايه، قالت دي لازم الناس تمشي عليها، الفئه دي من الناس انا طلعت من المورالز علشان اعمل الحاجات دي عشان الناس تمشي عليها اجباري، ما تكسرهاش زي ما بيكسروا في المورالز في الشارع طول النهار. The western tradition of ethics is somewhat called moral philosophy، وقلناها قبل كده اللي هي المورال فلسفي، الفلسفه بتاعه القيم اللي بناخدها ونقننها. In plain words meaning studying and analyzing right from wrong, good from bad. ببساطة كده هي اللي انا اعرف right from wrong والgood from bad. في سلايدز من 2-3 سلايدز هرجع لهم تاني. Moral principle what is good and what's bad, what's right and what's wrong based on value system. دي بقى في بيرمنت عمل فاونديشن دوكيومنت فور ميديكال اند بايوميديكال ريسيرش اسكس، عملهم برينسيبلز اللي على اساسها بيتقام او اتعملت الميديكال اثكس، ميديكال اند ريسيرش اسكس.
قالوا في 4 حاجات أساسية لازم الناس تمشي عليهم، وهنخرج بينهم بتفرعات اللي هي بتختلف من كالتشر لكالتشر، او في سب كالتشرز بتجبرني هنا حاجه وما بتجبرنيش هنا حاجه وكده. لكن المين فور برنسبلز بتوعي اللي هو في بيلمونت ريبورت فاونديشن دوكيومنت فور ميديكال اند بايوميديكال ريسيرش اسكس قالتها، يبقى بيلمونت ريبورت طلع وقالوا ان في فور مين برنسبلز: ريسبكت فور بيرسونز، احترام البني ادمين، بنفسنس اللي هو المنفعة، دونت هار ما تأذيش، الجاستس العدل. دول 4 حاجات الأساسية: respect for persons، احترام الإنسان أو الشخص، beneficence تعمل أقصى حاجة علشان تفيد العيان بتاعك أو اللي بتتعامل معاه إذا كان عيان أو في research ethics بتعمل عليه تجارب أو فار حتى، non-maleficence اللي هو دونت هارم الاساس بتاع اللي انت بتاذيش، وجاستس العدل. لو قلنا ريسبكت اوف بيرسونز الاوتونومي، الاوتونومي اللي هو حريه ابداء الراي او حريه اخذ القرار، اوتونومي ان انا من حق العيان يقول لي لا انا مش عاوز دكتور يعالجني، بس برضو فيها حاجه اساسيه، انا هنا ريسبكت فور ايه؟ فور بيرسونز. فريسبكت فور بيرسونز بتخلي كمان الدكتور يرفض يعالج عيان، ما عندوش مشكله الا اذا كان في حاله ايمرجنسي. لكن لو دكتور عيان داخل كويس كولد كيس وداخل على دكتور، من حق الدكتور يقول لا، زي ما من حق العيان يقول لك لا. ده هو الاوتونومي ببساطة. احنا المفروض نشرح الاوتونومي في محاضرة كاملة. طيب those was the managed capacity، الجماعة بقى اللي عندهم قدراتهم قليلة، status deserve protection، حالات تحتاج حماية وكده، دي برضو يبقى respect for persons، احترام الاشخاص واحترام قدراتهم وكده. beneficence اللي هو المنفعة او الفايدة، act in the best in best interest of patients، بتعمل لمصلحة العيان، ده الاساس عندك، مفيش بقى يتدخل فيها مصلحه شخصيه زي ما بنسمع، وزي لما الطب اتقدم والماشينز غليت وحاجات كتير عملت كونفليكت اوف انترست بتاع الدكتور، الدخل، المصاريف، المستشفى بتجبرك تدخل دخل معين عشان تستمر فيها زي ما بنسمع، بيقول لك حول لي او منافع او فايده بين بتوع الادويه وبتوع الدكاتره او بتوع الاشعه وبتوع المعامل مع الدكاتره، كل ده المفروض لا، الاساس عندي best interest of patient، مصلحه العيان اهم من اي حاجه من دي. non maleficence اللي هو don't harm، ما تاذيش. طب نيجي في الريسيرش، الريسيرش فيه شويه اذيه وبعض الادويه لها سايد افكتس برضو، بس برضو يبقى الاساس عندي maximize benefits minimize harm، يبقى تعمل الفايدة لازم تكون اكتر من الهرم في اي حاجة، حتى لو تعمل اي تجربة لازم بتعمل ميزان، بتعمل balance between the benefits والharms that could happen from that experiment، من هذه التجربة مثلا بعمل بالانس بينهم، ولازم تكون البنفيتس باقصى درجات العلو، ونقلل الهارم او الهارمز اللي قد تحدث بقدر الامكان. ده في مواضيع لما يكون الايشو اوف دبل افكت، الدواء ده او التجربه دي لها دبل افكت، لها بنفيت ولها مضار، يبقى لازم ماكسمايز بينيفيتس اند مينيمايز هارم، ده النون ماليفيسنس. طب الجاستس العدل سهله، جيفينج ايفري بيرسون هير هيز ديو، تدي له واجبه كامل، يبقى جيفينج ايفري بيرسون هير اور هيز ديو هو ده الجاستس. انجاستس اوكيرز وين ا بيرسون انتايتل تو ا بينيفيت از دينايد ات وذاوت سفيشنت ريزون اور وين ان اندو بيردن از امبوزد، عامل داخلي مستخبي
هو ده الانجاستس. يبقى انت لازم تبقى جاستس، تبقى عادل جدا في معاملاتك ومع العيان، فايدة العيان اهم حاجة وكده. لا ساعات انت بقى ايه تخبي او تعمل تداري بنفت معينة من غير ما توضح ليه وما يكونش على اساس، اكيد بيبقى فيه غرض مستخبي هنا بقى. طيب ندي امثال للجاستس، ندي امثال للجاستس. يجي عيان انا مش والله شكله كده مش عاجبني، او واحدة شكلها مش عاجبني لأي سبب بقى، لون، دين، شكل، ملامح، اي حاجة، ده على طول مش يعني اثكلي رونج. طب ده تصرف جود ولا لا؟ جود بيهيفير ولا باد بيهيفير؟ هو باد بيهيفير، خلاص يبقى مش من الاسكس، يبقى الاسكس جود اجينست باد. طب رايت ولا رونج؟ لا هو راي، هو راي، هو رونج، يبقى رايت اجينست رونج، هي دي الاسكس. طب دي المورالز مختلفه؟ لا يبقى الحاجات دي اساسها المورالز برضو. وكبيهيفر لازم يبقى البيهيفر بتاعي بيبقى كويس، هي دي اساسيات، وهي دي السلايد اللي فيها ethics are كذا وكذا وكذا، ماشي. يبقى الفور برينسيبلز اوف ethics اللي هما respect of persons, beneficence, non-maleficence, justice. Variation in medical ethics from one country to another. Ethics is grounded in philosophy, religion, culture, and political ideology. معايا؟ أنا قلت is not religion. هي مش religion بس لازم محطوط في الاعتبار religion وأنا بكتب الأسكس. حاجات في لما يجي الأسكس في حاجة معينة بيمنع حدوثها. واضحة. أو البليفز، الريليجن بليفز بتاعت الشخص. بيقول لك ما تعالجنيش سيبني اموت، ودي موجوده في بعض الاديان تسيبه يموت. احنا مجتمعنا ما بيتقبلهاش بس هي المفروض كده، حريته كامله طالما هو واعي وعاقل. ما يكونش الكونشسنس بتاعته امبيرد مثلا، اللي هي الفوقان بتاعه او درجه الوعي بتاعته، او يكون عنده او منتل ريتاردد، او يكون طفل. ده طالما هو عاقل يبقى من حقه لو الريليجن بليفز بتاعته احافظ عليه. الكالتشر لو جاي لي من كالتشر تانية انا مش عارفها لازم اراعي الكالتشر بتاعته. اند بوليتيكال ايديولوجي نفس الكلام. الاساسيات الوقائيه The fundamentals of medical ethics are basically the same across culture. الاساس الفاندامنتالز الاربعه الاساسيين دول اساس عندي مفيش خلاف. A physician must recognize responsibility to patient first and foremost. دي نقطه مهمه جدا. اهم حاجه عندي البيشنت first and foremost، بعد كده يجي ايه السوسايتي. يبقى الفينيتس البينيفيتس بتاعت البيشنت العيان first and foremost، انا كل تركيزي على العيان، بعد كده السوسايتي، ما اعملش برضو حافظ على السوسايتي، يبقى البيشنت الاول وبعد كده اخد بالي من السوسايتي وانا بفكر كده اثكلي مع البيشنت كويس. طب السوسايتي، طيب السوسايتي وحش، طب في حاجه ممكن اغيرها مع البيشنت بحيث ما اضرش بالسوسايتي اللي احنا فيه. تو اذر هيلث بروفيشنالز، الناس اللي بتشتغل معايا، ان تو سيلف وهم سيلف، والواحد يفكر في نفسه برضو، بس اول حاجه يفكر فيها ايه الشخص نفسه اللي هو العيان بتاعي. These are not laws، هي مش قانون زي ما قلنا، but standard of conduct which define the essential of honorable behavior، السلوكيات المحترمة التي تحترم فرزة في الزجر للطبيب. في مسميات بقى professional ethics, medical ethics, bioethics and clinical ethics. البروفيشنال ايثكس هي الميديكال ايثكس بروفيشن، وكان الاول اسمها ايه بروفيشنال ايثكس، وبعدين قالوا لا عشان نفرقها لان في ايثكس للصحفيين وايثكس للاعلام وايثكس للمهندسين وايثكس، قلنا احنا بنقول على المجتمعيه زي ما قلنا في ايثكس في البيوت كمان او في الجامعه مثلا
في الاقسام بتاعت الجامعه، كل قسم ليه ايثكس، بتاخد من الايثكس الاساسيه بس موجوده. طيب البروفيشنال اللي هي بتاعت المهنيه، ماشي، اللي هي بتاعت المهن المختلفه، الايثكس بتاعت المهن المختلفه، اداب المهن المختلفه، بروفيشنال ايثكس. كان الاول بيقولوا بقى بروفيشنال وتقول في الميديكال ميديكال بروفيشنال ايثكس، لا قالوا لا هي الميديكال ايثكس وخلاص، هي بروفيشنال ايثكس يبقى هي الميديكال ايثكس، حددناها في الميديكال فيلد بس. بروفيشنال كلمه عين، طب ما في ناس تانية، طب بروفيشنال للصحافه للاعلام لكذا ولا ميديكال؟ لا انا عندي ميديكال، يبقى ميديكال ايثكس. بايو ايثكس، الريسيرش ايثكس، وفي كلينيكال ايثكس، ودول اللي هنتكلم عليهم. بص ميديكال ايثكس طبعا خلاص احنا عرفنا الميديكال ايثكس، بس كتعريف اذا سيستم اوف مورال برينسيبلز، جهاز من المورال برينسيبلز الفلسفيين جماعه بتوع الفلسفه خدوه ورتبوه، او بتوع الاثيس ورتبوه وقالوا ذات ابلاي فاليوز اند جادجمنت تو براكتس اوف ميديسن، وقالوا ان الحاجات دي مهمه جدا وهتحدد وهتحجم شغل الطب، تحجمه في الاطار اللي بيحترم البني ادمين، في الاطار اللي بيحافظ على مصلحه العيان، والاطار المصلحه السوسايتي، في الاطار اللي بيحافظ على مصلحه الزملاء، في الاطار اللي بيحافظ على مصلحتي انا الشخصيه كطبيب. هو ده يبقى سيستم اوف مورال برينسيبلز، نقط من المورال برينسيبلز خدناها، وابلاي فاليوز اند جادجمنت، حطت فاليو، حطت قيمه وجادجمنت وجادجمنت واحكام تو ذا براكتس اوف ميديسن، للبراكتس اوف ميديسن. بايو ايثكس تاني حاجه فيه، يبقى بروفيشنال وما اتكلمناش عليها على اساس رحنا داخلين على طول على الميديكال. تاني حاجه البايو ايثكس، بايو ايثكس كود بي ديفايند از ذا ستادي اوف ايثيكال ايشوز اند ديسيجن ميكينج اسوشيتد وذ ذا يوز اوف ليفينج اورجانيزم. دي هي بتاعت ريسيرش ايثكس، بايو ايثكس ريسيرش ايثكس، واللي هي بتدرس على اس جي وذ ذا يوز اوف ليفينج، اي ليفينج اورجانيزم ده بنقول عليه بايو ايثكس او ريسيرش ايثكس، لان الليفينج اورجانيزم بيشتغلوا على فران، بيشتغلوا على انيمالز، بيشتغلوا على شجر، على شجر يعني، اي حاجه في الانفيرومنت، في الانفيرومنت لها ايثكس، فبتنحط تحت الريسيرش ايثكس. بايو ايثكس انكلود بوث ميديكال ايثكس اند انفيرومنتال ايثكس، فيها ميديكال وانفيرومنتال ايثكس. بايو ايثكس از ليرنينج هاو تو بالانس ديفرنت بينيفيتس ريسكس اند ديوتيز. هنا بقى لما قلنا بينيفيتس بينيفيسنس اند ماليفيسنس والاضرار، هنا لازم بيحصل ضرر، طالما في تجربه ففي ضرر، فهنا البالانس لازم اعمل بالانس، ولازم يبقى البينيفيتس عندي اكتر، ماكسمايز ذا بينيفيتس، تكبر البينيفيتس، تكبر البينيفيتس وتقلل الريسكس والواجبات اند ديوتس، بيربط الثلاثه ببعض. ادي السلايدز بتاعت اللي هو ماكسمايز بينيفيتس اند مينيمايز هارم، معايا؟ بايو ايثكس از ليرنينج، بتعلمك الريسيرش ايثكس، بتعلمك الريسيرش ايثكس، بتعلمني ان انا اعمل ماكسمايزنج للبينيفيتس ومينيمايزنج للريسكس والواجبات اللي تنعمل، بوزنهم مع بعض. طب ايه واجبي؟ طب ازود ازاي في البينيفيتس؟ طب اقلل ازاي في الريسك؟ مش قصادي غير كده. طب لازم يبقى البينيفيتس اكتر، لو مش بالبينيفيتس اكتر او الريسك فيه ريسكس خطيره لا بلاشها، يبقى واجبي اللي انا اعملها ما اعملهاش خالص. يبقى ده البالانس اللي عندي في البايو ايثكس اللي هي الريسيرش ايثكس. طب الكلينيكال ايثكس، هو في بقى انت هتقول لي في ميديكال وريسيرش وكلينيكال، البروفيشنال خلاص هي الميديكال، يبقى في ميديكال وريسيرش، وهتقول لي كلينيكال كمان، هي كلينيكال هي الميديكال، بس لما اجي اشتغل كلينيكال في حاجات بتجبرني اللي انا، طب انا هعمل فايليشن، طب انا في حاجه ضد حاجه في المبادئ الاساسيه بتاعت الايثكس، اوفق اني فينهم، اخد القرار ازاي، اخد القرار بناء على الايثكس بس ولا بناء على الميديكال ساينس اللي انا درسته؟ خدوا بالكم قلنا في الاول الايثكس از نوت ساينس،
طب انا في عندي ساينس اللي هو الميديكال، وفي عندي ايثكس اللي هي نوت ساينس، طب انا اربط بينهم ازاي؟ هو ده كلينيكال ايثكس. هنا بقى بالكلينيكال سينس والبراكتس هتقدر نقدر نحسنها، وبمعرفتنا بالميديكال ايثكس كويس، وازاي انا يعني اطوعها بحيث ما يحصلش فيلويشن للايثكس ولا الام ولا اضر ولا يقع عليا ضرر من خلال فيلويشن للايثكس، وفي نفس الوقت اطبق الميديكال فيلد الميديكال ساينس اللي انا درسته. Clinical ethics is a practical discipline that provides a structural approach for identifying, analyzing, and resolving ethical issues in clinical medicine. يبقى هنا في clinical medicine بعمل identifying, analyzing, and resolving ethical issues. لأني بتقابلني مناطق متضاربة مع بعض. في ريسكس وانا لازم اعمل لمصلحة البنفيتس بتاعت العيان، بس في ريسك، طيب انا اعمل ايه؟ الكلينيكال اخلي الكلينيكال والساينس بتاعي بقدر الامكان يقلل الريسك بقدر الامكان ويقرر البنفيت، او اقول لا مش هعمل، اخد الديسيجن ان انا لا اغير الابروتش بتاعي او الساينس الميديكال ساينس بتاعي اخده واشغله في دماغي واطلع طريقة جديدة او اتعامل معاه من خلال الميديكال ساينس بتاعي بحاجة تانية ما يبقاش فيها فيلويشن للاسكس. يبقى ايدنتيفاينج انالايزنج اند ريزولفينج ايثيكال ايشو ان كلينيكال فيلد. هنحاول نشرح تاني الحته دي الكلينيكال ميديكال ايثكس على اساس ان هي برضو ايه الموضوع مش سهل كده يعني. كلينيكال ميديكال ايثكس از ا براكتيكال، ده حاجه عمليه بقى يعني مش نظري. النظري الميديكال ايثكس نظري بتقول لي اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش، القشر بتقول لي، الدين بيقول لي كذا، بيقول لي المجتمع بيقول لي كده، كلها الحاجات دي كلها بتخليني هي دي الميديكال ايثكس. حاجات كلها نظريه اكتر منها عمليه، لما اجي اطبق في العملي في الكلينيكال العمليه بتختلف. في هنا ابلايد ديسيبلين and aims to improve patient care، بتحاول تحافظ على البيشنت كير and patient outcomes by focusing on reaching a right and good decision in individual cases. هنا طب البيشنت كير الاساس بتاعي improve البيشنت كير، دخل هنا الطب، دخل الميديسن اللي انا متعلمه and patient outcomes ونتيجة التدخل اللي انا عامله التدخل الطبي، اذا كان طبي medical treatment او اذا كان جراحي او اي قرار طبي، انا بفكر في البيشنت كير والبيشنت outcome. طب الاسكس بتقول لي اعمل اقصى ما عندك وفي جاستس بعدل والبنفيتس عندك تكون عالية جدا او تكون هي الاساس، والضرر مفيش، وفي نفس الحرية اللي هو الريسبكت اوف بيرسون، في احترام تام للبني ادم بقيمه بكل حاجة. يبقى دي الاربعة الاساسيين عندي. طيب برضو هل في حاجة هتتعارض ولا فيش حاجة هتتعارض؟ طب هتتعارض اقدر اخد حاجة تانية منها، اقدر ريسكس اقللها، هي دي اكتر حاجة عندي. طب الجاستس ايه؟ الجاستس برضو هنا، طب انا كلينيكالي دخيل لعيان انا عارفه وداخل وفايق وكل حاجه، مش كوماتوز ولا حاجه، ومش اف امرجنسي، مش حاجه طارئه، وداخل وانا حاسس ان انا مزاجي مش كويس او مش عاجبني الشخص، عادي جدا. يبقى هنا رجعت للاساس الاوتونومي، لا يبقى القرار اللي انا هاخده كده لا مش عالجه، اتفضل روح عند دكتور تاني. زي ما هو برضو يدخل مش عاجبه الدكتور يقوم مغيره. فهنا دخلنا في الاوتونومي، انا بحاول اطبق الاربع اساسيات في الكلينيكال هنا دلوقتي. طيب برضو هنكمل تاني نحاول نفهم الكلينيكال ميديكال ايثكس اكتر. It focuses on the doctor patient relationship. يبقى كلينيكالي الاكتر عندي التحام العيان معايا، التحام العيان دكتور بيشنت، العلاقة بين الدكتور والعيان، and takes account of the ethical and legal issues that patient doctors and hospital must address to reach good decision for individual patient. يبقى أنا عندي الأساس عندي العيان، طب أحط في دماغي إيه بقى؟ أحط في دماغي الإثكس بتقول إيه؟ والليجال أسبكس بتقول إيه؟ والقوانين بتقول إيه؟ يعني القوانين مثلا عندي اللي أنا ما أكشفش على عيانة غير في وجود ممرضة، والإنستيتيوشن برضو بيفرض عليا كده أو الهوسبيتال بتفرض عليا كده. طب الهوسبيتال لو عدتها
انا ما عدهاش، يبقى انا هنا في حاجه بتحركني في البيش في الدكتور بيشنت ريليشن شيب العاديه اللي هي ميدسن بيور ميدسن، حاجه تانية قصادها الاسكال الليجال اسبيكتس والهوسبيتال، الحاجات اللي الهوسبيتال ماست ادريس تو ريتش جود ديسيجن عاملاها. كلينيكال اسكس امفاسايزز ذات ان براكتسينج جود كلينيكال ميدسن فيزيشن ماست كومباين ساينتفك اند تكنيكال ابيليتيز with ethical concern for personal values of the patients who seek their help. العيان جالي seeking for help، وانا علشان احافظ على البيرسونال القيم اللي عنده ماشي. طيب هو جاي لي عاوز يتعالج، هو ده برضو شرح اكتر او تفهيم اكتر ايه الكلينيكال ميديكال ايثيك. هنا كلينيكال ميدسين خلاص براكسينج جود كلينيكال ميدسين كويس جدا الفيزيشن، لازم يجمع معها بقى ايه مع الساينتفك والتكنيكال ابيليتيز بتاعته دي اللي هو متعلمها والقرارات بتاعته مع مع الاهتمامات بتاعه الاسكس او الاسكس بتقول له ايه علشان نرفع القيم بتاعته ما نهدرهاش كرامته كرامه العيان الاوتونومي بتاعه اللي انا ابقى فير جدا جاستس معاه اديله احسن حاجه ما اخبيش عليه حاجه طبيه انا عارفها لاي اسباب اديله اعلى بينفيتس له. في الكلينيكال اسكس بقى المواضيع كتير، المواضيع كتير دي عناوين المواضيع مش عارف هتلحقوا تاخدوا منها لحد ما تخرجوا بكالوريوس ولا لا. الفلسفة اند ميدسين يمكن اتكلم عن عليها شويه، في حاجه اسمها انفورمد كونسنت ده اللي هو كونسنت كتابي كونسنت اقرار بالموافقه مكتوب تروث تيلينج، دي من الحاجات اللي فيها خلافات عندنا في الكالتشر بتاعتنا، اخباره بالحقيقه كونفيدنشاليتي السريه والخصوصيه تحافظ عليها جدا، جاستس ريسبونس اولوكيشن ماكرو والمايكرو الحاجات اللي فيها جاستس والكبيره والصغيره ترانسبلانتيشن ايثكس ايثيكال ايشو ان اتش اي في، في الاتش اي في عاملين لهم عنوان لوحده اللي هو بتاع الايدز، ماتيرنال فيتال كونفليكت العلاقه بين الماتيرنال والفيتال، طب لما هاجي عاوز واحده عاوزه تجهض مثلا او في مشكله في الطفل عاوز اخد قرار اجهاضها، طيب الماتيرنال ايه دورها؟ هتوافق ولا اخد موافقه الاب ولا ايه بالظبط؟ فاميلي ديسبيوت ريزوليوشن في مشاكل بين الاسر ايثيكال ايشو ان سيرجري، في مواضيع كتير جدا في توبيك في الكلينيكال بتقابلنا وعامله ديبيت جامد، يعني عامله ديبيت وخلاف جامد جدا، فالمفروض ان هي بتدرس موضوع بالتفصيل، دي بعد كده هتيجي في مراحل متقدمه. لو ما درستهاش بكالوريوس في لحد البكالوريوس بتدرسوها في التخصصات المختلفه بعد كده. بس لازم تبقى في ذهني ان في حاجه اسمها ايثكس وفي ايثيكال رولز المفروض اللي انا احترمها وانا بعالج العيان، افكر فيها. واللي اساسها الفاليو بتاعه البيشن، القيم احافظ على القيم الموجوده اللي هي بتاعه العيان. العيان هو كل هدفي، هو الاهم والفورموست بتاعتي. كل تركيزي عليه. وبعد كده المجتمع والدكاتره وانا واللي حوالينا كلنا. Ethical thinkers have suggested many methods of criteria to evaluate the ethics of a particular situation. These methods provide principles that doctors should consider while treating a patient and making decision. الطرق دي Ethical thinkers have suggested many methods of criteria to evaluate ethical and in a particular situation. في وضع معين الميديكال ethicals حطوا criteria او برينسيبلز الدكتور يمشي عليها او يفكر فيها هوايل ميكينج ديسيجن بتاع اللي هو الطب اللي انا هعمل له عمليه اللي انا هدي له علاج اللي انا كذا، وحافظ في نفس الوقت على الايه على البرينسيبلز اللي هي الاسكس في الاوضاع المختلفه. انا بقى بيقول ويست ميديكال اسكس مي هاف سبيسيفيك اريا ذات ويل ديفرنت فروم فور ايجيبشن كان يو نيم وات سم اوف ذيم، زي مثلا فكروا قرار الموت مثلا، اموت ولا ما اموتش، ارفع الاجهزه عنه واسيبه يموت ولا لا. في مجتمعات موافقه عليها جدا واثيكالي اكسبتد
اللي انا اسيبه يموت خلاص. هل موافقة؟ طبعا لا. انا بقول لكم مثلا من امثله What should we do when principal conflicts؟ ايوه دي المشكله، ودي هو كلينيكال ميديكال ايثكس كلها تحط على الشيف، ان يحصل كونفليكت، يحصل البرنسبل الاساسيه في حاجه متضاربه مع حاجه. وفي امثله كتير كنا كاتبينها هنا، بس قلنا ايه، قلنا بلاش يعني، بلاش نذكرها لان بعد كده هتذكر يعني وعلى قد المحاضره بس يعني. What should we do when the principal conflicts? The principal should be viewed as guidelines for conduct rather than hard and fast rules. مش حاجة ثابتة كده، مش حاجة جامدة وبسرعة اخد القرار، لا. We should follow these principles in our conduct. البرنسبل الأساسية in our conduct في سلوكياتنا، but exception can be made when they conflict. أنا ماشي على الأساسيات كلها، طب حصل conflict، حصل صراع بين حاجة وحاجة فيها، بين حاجة من الأساسيات بالفاندمنتالز بتاعت الإيسكس وحاجة تانية من الفاندمنتالز في الفاندمنتالز، ودي بتحصل ودي بتحصل. يعني كان عندنا مثالين كنت موجودين هنا بس قلنا هندرسهم بعد كده في مرحلة تانية، اللي هو في واحد بس بره، أمثلة كلها من بره لأن الإيسكس عندنا لم تطبق حرفيا، أو كلنا كالميديكال إيسكس صعب غير إقرار بكتب ومستشفيات، حاجة يعني لا تذكر يعني، والحقيقه ليس لها اهميه. لكن واحد دف ومراته دف وخلفوا طفل وجابوا طفل، فالدكتور وهي حامل عمل انفستيجيشن ولقى الطفل طالع مش دف، فالاب والام قالوا عاوزينه يتقتل، مش عاوزين الطفل ده، عاوزين اجهاض. طبعا الاجهاض مسموح بره، طب يجهض ولا ما يجهضش، طب في ضرر ولا مش في ضرر، طب الدكتور يسمع كلامهم ولا يسمعش كلامهم، هو العادي ان يسمع كلامهم، بس هو العادي كده هيضر واحد سليم؟ طب لو الطفل ده دف، وهم قالوا هم فعلا الاثنين دول كانوا عاوزين طفل دف، هي حصلت دي الجزء ده حصل ان هم كانوا عاوزين يخلوا يعني، لو طفل دف ماشي هيبقى زي الفل معانا، لو مش دف عاوزين نموته، عاوزين نعمل ابورشن يعني نجهض الطفل يعني. طيب طب لو هو دف، لو الدكتور اجهض مفيش ضرر على الدكتور، مفيش غلط من الدكتور، يبقى اسكلي ما ضرش حد، لان الطفل نازل مضرور وهما الاب والام في طفل مش كامل الصحه، وهما لغرض مش ان هما دف، ان هو الولد طالع مشوه في عيب خلقي، وطالما في عيب خلقي الابورشن مسموح. انا بتكلم على بلاد اجنبيه كلها مسموح، بس عشان نوري ازاي الكونفليكت ممكن يحصل. طيب هو هنا الاوتونومي او الكونسنت بتاع الاهل، كتبوا كونسنت عاوزين ابورشن، طب لو الطفل سليم هنا الكونسنت ده ماشي ولا الدكتور غلط؟ لا الدكتور غلط. لكن لو هو دف عادي، دف في ديفكت وهما بيقولوا احنا عاوزين ديفكت، لاني انا مش عاوز الطفل يطلع مشوه يطلع دف، فهنا مقبول ان الدكتور يوافق على كلامه لان هو الولد فيه عيب خلق. لكن هنا لما يكون سليم ويخلق سليم ويتولد سليم، يبقى اذى حد كان ممكن يبقى كويس في المجتمع، التاني كان ممكن يبقى كويس بس بطريقه تانية، هو الاهل هنا موافقين على الابورشن، لكن في دون الولد طلع سليم، يبقى في خيار كان حتى للولد يعني. انا عاوز اقول لكم ان هي حادثه حصلت بره وموجوده اصلا يعني، موجود التفصيلات بتاعتها بس يمكن تتعرض بعد كده وتتشرح اكتر لما. المهم برضه اللي احنا بنقول عليه ان هو لما يحصل تو كومبليكت لازم الدكتور يفكر decide to follow one principle instead of another، يمشي مع any principle instead of another، ويكون عنده الاكسبلانيشن علشان يقول انا مشيت على دي وما مشيتش على دي وليه، والا هيلام، يبقى ethically غلط، يبقى عمل violation للإثكس ويتحاسب. As a practical ethics, medical ethics focuses on the process of deciding what's most appropriate. Right. يبقى احنا بنعمل focusing عليه على الايه اكتر حاجة right. Course of action من خلال course of action in a particular situation في وضع معين. Given these facts, الحقائق اللي عندي كذا. Given my skills and abilities, حطيت قدراتي ومهاراتي. Operating the finite knowledge.
فنيت نوليدج اللي هو اقصى حاجه عندي معلومات ان ريال تايم في الوقت المناسب. And then affecting that course action, that course of action. دي اخر سلايد وان شاء الله نكمل معاكم شرح للاسكس وان شاء الله نستوعب وان شاء الله الاسئله ما اظنش ان هي هتبقى صعبه في الجزء اللي اتقال دون والزملاء هيكملوا معاكم في موضوع الاسكس وكل سنه وانتم طيبين نشوفكم على خير.